اللي هنتكلم يا جماعه النهارده بسم الله الرحمن الرحيم يورو ليسيزيس ان رينال ترانسبلانت دونرز، عشان بنقابل دايما احنا بنقابل حالات ساعات بتجيلنا يعني عندها ستون وكده، وكل في ناس كتيره كانت بترفض الموضوع ده من اول. نفهم القصه دي ازاي. يبقى اور اجنده تو داي ويل شود كيدني دونرز ويز اسيمتوماتيك سمول ستونز بي الاو تو دونيت. طيب اول حاجه ناخد فكره على التايبس بتاعت الستون بتاعتنا. في عندنا اليوريك اسيد ستونز، ودي بتبقى في الاسيدك زون، بتمثل حوالي 10% من الستون. وفي سيستينين ستون، وديت بتمثل اقل من 1% فيري ريل، لان بتبقى جينيتكس اكتر اوتوزومال ريسيسيف. وفي كالسيوم اوكزاليت، دي بتبقى في الميد زون ما بين الالكالاين والاسيدك، ودي الموست كومن ستون، بتمثل من 50 ل 60%. في كالسيوم فوسفيت اب تو 20%، وستروتوفايت انفكتوس ستون اللي هي ستاجهور ستون، وبتمثل حوالي 10%. طب هل ان جنرال يعني لو العيان عنده هيستوري اوف يورينري تراكت ستون او دوت ريلاتيف كونترا انديكيشن؟ المفروض ما استماخدوش، ولكن ريلاتيف نوت اوبسليت كونترا انديكيشن، لان هنعرف بعد كده في الاكسيدنت كريتيريا للدونرز ممكن نستخدمه، لان دوت ممكن يحصل ريكارنس ريت بتاعها بيبقى عالي، وممكن يحصل اوبستراكشن في الايه سوليتري كيدني. طب امتى اقول للعيان دوت هي كان دونيت، اللي هو الاكسنتر كرايتيريا؟ لازم فولفيلد كرايتيريا معينه في جايد لاينز كتير، بدات بيه حاجه اسمها امستردام فورم سنه 2004 اللي هم بداوا القصه دي، وقالوا ممكن ناخد الكلى من عيان عنده ستيون بس ليها كرايتيريا معينه. وبعد كده الجايد لاينز اللي بعديها امستردام فورم دي من 2004 اتجددت كذا مره، وبعد كده الجايد لاينز كلها العالميه الاسبانيش وال بتاعت اللي هي البريتش جايد لاينز كلها اقرت نفس الكلام. فالبوتنشال دونر لو عنده هيستوري اوف سنجل ستون لازم تكون يونيلاترال كويس، مي بي سيوتابل فور دونيشن لو كان فولفيلد الكرايتيريا دي. لازم يكون ما عندوش ميتابوليك ايرورز، يعني ما فيش هايبر اوروسيميا او كالسيوريا او ميتابوليك اسيدوزس، ما فيش فيستونيوريا او هايبر اوكزالوريا، ما فيش يورينري تراكت انفكشن ريكرنت، والسي تي ما فيش عندي نيفروسكولوز او بايلاترال رينال ستونز، والكرنت ستون لازم تكون اقل من 1.5، في بعض الجايد لاينز اقل من نص فيري سمول، ولكن اقرت الاسبانيش و اللي هو الاسبانيش وامستردام فورم لحد 1.5 اقل يو كان جو فور ستون لو كانت يونيلاترال وما فيش ميتابوليك ايرورز. يعني احمد اكمل يا باشا ونخلي الاسئله في الاخر عشان نخلص الاول، ولا انت عاوز تسال حاجه مهمه؟ طب لو عاوز اقول اتفضل. الكرنت ستون يعني انت هتاخد الكلوه من دونر بستون؟ لا، لو الفول فيلد الكرايتيريا حتى بالهيستوري، يعني لو هي لا سنجل ستون وما فيش ريكرنس يعني في الهيستوري خالص يو كان جو فور. لو كان قال لك انا لا جالي قبل كده مره واثنين كونترا انديكيشن، ما ينفعش اوبسليت كونترا انديكيشن. طب كونترا انديكيشن بقى اوبسليت كونترا انديكيشن للدونيشن ان انفيديوال ويز يورينري ستونز، الكلام اللي الدكتور اشرف بيقوله. لو في نفروكالسينوز في الاكس راي او في السي تي، لو بايلاترال رينال ستون، لو كان في لارج ستاج هورن ستون، لان طبعا مع الستاج هورن ستون بيبقى فيه سيجنيفيكانت ميتابوليك ابنورماليتي وفي ريكارنت انفكشن، فطبعا مع الاميون سبريشن بوست هيبقى صعب ايراديكيشن الانفكشن بوست ترانسبلانت. لو في ستونز ويز هاي ريكارنس ريت، لو احنا عارفين ستونز هاي ايه الحاجات اللي ستونز ويز هاي ريكارنس ريت، لو في سيستين ستون طبعا، لان طبعا بيبقى فيها اسوشيتد ريكارنس ريت بيبقى عالي، وممكن بيبقى فيه ديتريشن كدني فانكشن ليتر في اللايف، والستروتوفايت ستون اللي هي الانفكتشن ستون، والستون اسوشيتد ويز سيستميك ديسوردرز زي البرايمري والانتريك هايبرجزالوريا ديستر رينا تيوبر اسيدوزس انفلاماتوري باول ديسيز والساركويد. ولو كان حصل ريكارنس مع ابروبريت تريتمنت، يعني لو واحد مثلا عنده يوريت ستون وتعمل له الكالونيزيشن، ده بيحصل الى الاسيدفيكيشن اليورين بيعمل كريستال ديبوزيشن وبيكون ستون. لو انت واخد بروبر مانجمنت بقى، مقلل الملح في الاكل وبيشرب سوائل كتير وعمل له الكالونيزيشن اليورين عشان، ورغم ذلك حصل له ستون، ده كونترا انديكيشن. طب الفيت، في طبعا في سيفرال ارتكل اتكلموا على الفيت بالنسبه للريسيبيانت والدونر. كل الارتكلز اتعملت وجدوا اللي لو خدنا كدني بيها ستون فيفرابل، وديت ما فيش مشكله، وكلونج تيرم بالنسبه للدونر والريسيبيانت ما فيهاش مشكله، بتبقى ريكرنس ريت فيري مينيمال از دونر اند ريسيبيانت. اكدت الدراسه الهنديه دي على لارج سنتر ستادي
living donor gifted lithiasis long term outcome. دي كانت دراسة في الهند ريسنت حوالي 2021، وهو قال لك الريكومنديشن بتاعه a single large center looking at kidney recipient outcome over a long follow-up period they found gifted lithiasis is safe procedures. يبقى إذا ده safe procedure ما تخافش منه، و careful selection of medically complex donor with kidney stones based on appropriate guidelines is a key step. يبقى لو مشينا على الجايد لاين صح زي ما احنا اتكلمنا فيها دي، اللي هي ما فيش ميتابوليك ما فيش ريكارنس، لو كانت يونيلاترال والسايز بتاعها، ومشينا على هذا الاساس هيبقى سيف بروسيدور وما فيش كوميونيكيشن زي المالتيبل ارتكلز اللي احنا قلنا عليها في الريكارنس ريت بالنسبه للدونر او ريسيفر. طب البريتش ترانسبلانتيشن سوسايتي جايد لاينز ده سنه 2018 اكدت برضو الكلام ده، ان ابروبريت دونر ويز يونيلاترال ستون the stone bearing kidney can be considered for donation if vascular anatomy and split kidney function permit. لو ال potential donor with metabolic abnormality detected on screening should be discussed with a specialist in renal stone disease. In the absence of significant metabolic abnormality, potential donor of limited history of previous kidney stone or small stone, renal stone or on imaging may still consider as a potential kidney donor. يعني انا جبت لكم ليه البريتش؟ لان هي اكتر واحده بتسمح حتى لو في مينيمال ميتابوليك ابنورماليتي كان بي كونسيدر اد دونيشن، حتى لو في يعني ما في سيجنيفيكانت هيستوري فور ريكارنس، يعني مش واضحه قوي اللي هو جات له ريكارنت، انا ممكن اخد كبوتنشال دونر كان بي يوز. اما الاذر فورم بقى اللي هو الاسبانيش والحاجات دي هم ماشيين بنفس الجايد لاينز، بس لازم ما يكونش فيه ميتابوليك ابنورماليتي خالص، ما فيش ريكارنس خالص، الستون لازم تكون اقل من 1.5. كده خلصت المحاضره. هنسال بقى كام سؤال كده سريعا. 34 years old woman with end stage renal disease present to your clinic for renal transplant evaluation. His donor accidentally discovered to have stone on the upper calyceal or upper calyces of the right kidney on CTUST. Which of the following statement regarding the agreement of this potential donor for kidney donation is incorrect? Is incorrect. هل هي unilateral stone ولا non-significant metabolic abnormality ولا CTUT revealed no evidence of nephrocalcinosis ولا small stone ولا history of recurrence؟ تمام شاطرين. معلش رجعها تاني. Incorrect. Yes. بيقول لك هنا which statement regarding agreement اللي انا هختار البوتنشال دونر في الكيدني دونيشن. Which of the following statements regarding the agreement of this potential donor for the kidney donation is incorrect. مش فاهم برضه معنى. يعني انا امتى الحاجات المفروض استخدم اللي انا وافق عليها كبوتنشال دونر في الكيدني دونيشن. في حاجه منهم غلط، احنا قلنا عشان اخد كيدني دونيشن لازم يكون في كرايتيريا معينه. ايه الكرايتيريا؟ سنجل ستون؟ يونيلاترال ستون؟ باللي فوق ده خالص. امال ايه؟ اللي ايه؟ فوق هنا مالهاش علاقه يعني ده سؤال مالوش علاقه يعني اللي فوق ده كلام كده بس ايوه سيناريو عادي. لا بيضللك، هو مالوش علاقه. مالوش علاقه خالص بالاوبشنز اللي تحت. لا ازاي يعني؟ 34 سنه اند ستيج ده رايح يزرع. بص يا باشا، بص يا باشا، هو يونيلاترال ستون ده صح. تمام. هيستوري اوف ريكارنس. از ات نون سيجنيفيكانت ميتابوليك ابنورماليتي. طيب. يبقى دي ستيتمنت غلط. نون سيجنيفيكانت ميتابوليك ابنورماليتي صح؟ لا. لا ازاي؟ هي فيها سيجنيفيكانت. هيستوري اوف ريكارنس. بس مش هيمنع التبرع. السي تي يو تي ريفيلز نو ايفيدنس. السؤال ايه يا دكتور محمد؟ السؤال بيقول لك which of the following statement regarding agreement of potential donor for kidney donation is incorrect. ايوه يعني غير صحيح. يعني ما تتقيدش. اليونيلاترال ستون دي صح. هو ده الكرايتيريا العامه. ايوه ما هي غلط صح. ايوه ما هو ده اللي احنا ماخدينه انسر خمسه صح. السؤال بقى في الحاله دي بقى. اتفضل. هل دي انسيجنيفيكت؟ اللي هي؟ يعني ايه انسيجنيفيكت؟ ما معنى insignificant؟ non significant. أيوة إيه ما معنى إيه مش فاهم. دي upper calyceal. طب قول المشكلة.
حتى لو ابر كاليزيال ما هي نفس الفكره، ابر كاليزيال لور كاليزيال ميدل كاليزيال ذيس ستون، هل هي لاترال ولا باليترال؟ ما يهمنيش البوزيشن امال ايه. ابر كاليزيال ستون لازم قبل ما يتاخد. ايوه دي حلقه، دي حاجه ثانيه يا استاذ محمد، السؤال مش كده. It is significant. يعني ايه significant؟ significant يعني مش finding. لا مش مهم ده عندي، يعني دي حاله. يعني انا النهارده لو نفس انا فاهمك نفس الست دي كانت لور كاليسيال حتى مش محتاجه اعرضها على اليورولوجيست. انا هتنزل بعدها يا باشا. مش كده اللور كاليسيال. انا سؤالي ايه؟ سؤالي انا هاخد حاله زي دي. انا سؤالي انا هاخد يا دكتور محمد هتعمل. انا سؤالي مش كده. وات از، انا مش بقول لك what is the proper management before transplantation for this donor as كذا، لازم اعمل لها فايبر اوبتيك واخدها، مش دعوه. انا بقول هل ايه هو الانكوريكت بالنسبه اختار دي كدونر ولا لا؟ انا بقول لك انا معترض. لو انت خدت الباراجراف اللي فوق وخدت على اللي تحت هيبقى فيه مسليدنج. اللي تحت ده لو انت بتقول له ايه هي الحاجات، يعني الكرايتيريا بتاعه الستون اللي انا اقدر اقبلها بالظبط، ان يبقى يونيلاترال يعني زي ما نون سيجنيفيكانت. طب نقرا السؤال بعد اذنك. 43 سنه اولد وومن اند ستيج بريزنت يور كلينيك، جات لي في العياده ويز فور ايفالويشن اوف رينال ترانسبلانت ايفالويشن. يعني جايه واحده تعرض عليا اللي انا ذس كيس تحديدا ده سيجنيفيكانت طالما قلت ابر. يا ايه سيجنيفيكانت ليه؟ يحصل ابستراكشر؟ مش ده السؤال. انا ما قلتلكش وات از يورولوجيكال الاولوجيكال مانجمنت اوف ذيس كيس. بتكلم على المانجمنت. انا ما بتكلمش على المانجمنت، انا بتكلم اخدها ولا ما اخدهاش، وايه اللي تمنعها اللي انا اخدها وما اخدهاش. يعني حاجه ليها علاقه بالموضوع، ليها تاثير على الموضوع. هنا ده ليها تاثير. ليها تاثير لو انا ما اتخذتش اجراء يورولوجي قبل الزرع. اتخذت اجراء بس ده مش سؤالي. انا سؤالي امتى اختارها ولا ما اختارهاش؟ يعني عارفين هو فاهمين. يعني قصده دكتور محمد، انا فاهم قصده ايه. هو قصده لو حاله عندها ستون، لو انا هختارها كدونر دي كرايتيريا، بس لازم قبل ما اختارها كدونر اللي دكتور محمد عاوزه لازم اعمل لها يورولوجيكال مانجمنت. ايه اليورولوجيكال مانجمنت في حاله زي دي؟ لازم اما نزل دي ميديكال، لو تنزل ميديكال حسب السايز بتاع الستون، او ادخلها اشيلها بفايبر اوبتيك، او تداوبها، او تداوبها لو هي تدوب لو كانت يوريت. دي انا ده سؤال تاني. انا بتكلم انا اول لما تظهر لي هختارها كدونر ولا افرض قالت لي انا عندي كانت لي كذا مره ستون، اخدها ولا ما اخدهاش؟ عمري ما اخدها. وعشان كده الاجابه بتاعت اللي هي الاخيره هي السؤال التاني. Potential kidney donor with large staghorn stone are contraindicated for donation as this type of stone is usually associated with infection and non-significant metabolic abnormality. Yes or no? Potential donor with large staghorn stone are contraindicated for donation as this type of stone. هو contraindicated، ده obsolete contraindication. كويس. is usually associated with ليه؟ هل هو عشان associated with infection and non significant metabolic abnormality؟ ليه؟ لان هو associated غالبا مع significant. شاطر، ممتاز. هو طبعا التكه هنا في الحته اللي هو لازم يكون associated مع metabolic abnormality مع الانفكشن، وعشان كده ما هو كم في المية يا احمد الرينال ستون سينجرينال ستون associated مع metabolic abnormality؟ ما اعرفش نسبه محدده، ما حدش حدد، بس انا جبت لك في الاول يعني اللي هو الانسيدنس بتاعه الستون. يعني انا جاي لك اندر هنا ستون، هل لازم الاقي فيه ولا لا؟ مش لازم. بس هي دي ما فيش نسبه محدده، ما قريتش حاجه زي كده. بس احنا عارفين الانسيدنس للتايب اوف ستونز، الموست كومن ستونز احنا عارفينها اللي هي يوريت لحد 10% وكالسيوم اوكسالات فوق 50%. يبقى الصوره تيجي منين؟ انا بشرب ميه كويس ما عنديش ابنورمالتي. لا، في حاجات في جنرال وفي لوكال. طيب لو في جنرال، الجنرال هي واحد بياكل ملح كتير، ما بيشربش كويس، ما بياخدش حاجات فيها كالسيوم عاليه، بياكل بروتين كتير، الحاجات دي كلها بتزود الانسيدنس للستون ستون. طيب افرض انا لقيت كل ده نورمال، لو لقيت ده كله نورمال، يعني انا الراجل ماشي دايت كنترول ودايت ورغم ذلك جاله وده انسيدنس، يعني في انسيدنس لحد اعتقد 5% ممكن يحصل لهم ستون، وعشان كده قال لك كونترا انديكيشن.
ليه؟ لو العيان حصل له ريكارنس رغم ان انا عامل له ابروبريت تريتمنت زي ما انا قلت لك وعامل كل احتياطاتي تماما، لو انا عرفت التايب اوف ستون قلت لك دي يوريت ستون وانا عارف اليوريت ستون في الاسيديك ميديا وقلت له اوعى تاكل بروتين واوعى تاكل بقوليات واوعى واوعى واشرب ميه كتير وخد اشرب كالسيوم وقلل البروتين في الاكل ورغم ذلك حصل له ريكارنس، ده كونترا اندكيشن. يبقى از ويز ابروبريت تريتمنت حصل له ريكارنس، كونترا اندكيشن اوف سليت كونترا اندكيشن. بالمناسبه اتفضل، موضوع اليوريتس والبروتين برضه هو الموضوع اسهام الدايت اليوريك اسيد برودكشن في الجسم 10% في اعلى صح الحالات. ما هي فعلا اليوريت 10% صح؟ لا انه يسبب يعني لو انا اليوريك اسيد بتاعي 8 لو وقفت البروتينات بالكامل برضه هيجي لك انسز على حسب 7.2. ايوه صح، مش هيزيد عن 8 من 10. ما هو ده جزء من كل يعني انا اقصد برضه عشان ما نبقاش متكين قوي على النقطه دي، اتس انزيماتيك افكت البروتين كونسامشن مش هيشيل بتاعته في الهايبرلوسيميا مش عارف. لا في بص في دراسات في الهايبرلوسيميا دي فيها دراسات كتير، الدراسه الوحيده اليابانيه دكتور محمد قال لك فوق الثمانية لازم تعالج، لكن في دراسات لحد 11 بس على الثمانية. لا لا مش بتكلم على الرقم، لا ما انا بتكلم على حته انزيماتيك ديفكت اسهام اليوريك الدايت او البروتين سواء حيواني او نباتي اليوريك اسيد برودكشن في الجسم 10% من اليوريك اسيد بتاع الجسم. انا ما يهمنيش صح، انا اجري بس انا بقى انا المشكله في البروتين دايت مش مشكلته يزود اليوريك اسيد في الميتابوليزم، اللي هو الاند ميتابوليزم بتاع البروتين بيؤدي يزود الاسيديتي في الجسم، فالاسيديتي نفسها مع اليوريت بتزود يعمل لك اسيديك يورين، والاسيديك يورين بيعمل بريسيبتيشن وستون فورميشن. عشان كده اقول لك ايه، كل خضروات كتير، كل فاكهه كتير عشان الكلايزيشن، والعكس في الكالسيوم وجزاليت العكس عشان الكلاين. يقول لك ايه، لازم تشرب لي او تحط ليمون كل يوم عشان اعمل اسيديفيكيشن عشان املع. ما هو الفوار ده هو القلاين، ما هو الفوار ده اليورسولفين دوت ايه؟ ما عباره عن لا مش فوار، لا اللي هو الفروت الثاني الفوار فروت برضه نفس القصه، صوديوم هيدروكسيد هو برضه قلوي عشان اليوريت بعادل الاسيديتي. بس هو كان دكتور محمد قصده انا فهمت دكتور محمد طبعا الشير بتاع الدايت كنترول ما هو الشير كاساسا زي دكتور محمد بيقول كشير كاساس اللي يزود لي اليوريك اسيد برودكشن لان الديفكت في الاخر انزيماتيك زي دكتور محمد في الاكزانسين اوكسيديز، ولكن مش مشكلته بس في الاند برودكشن حتى لو الشير بايز، ولكن الاند برودكت بقول لك بتزود الاسيديتي البي اتش بتقل فبيزود لك الاسيديتي في اليورين لما الجسم يدافع عن نفسه فيعمل لك ستور. الشير ده بس يعني هل ينفع ان احنا نقول بقى في الحاله دي فلان الشير ده كده قليل ان انا ما اقدرش بقى اعتبر الريكرنس ده حاجه سيجنيفيكانت تمنع نزرع الا لو الريكرنس في حاله اخذ علاج كمان، يعني الدايت لوحده انا فكرت انه مش كافي. يعني ايه مش فاهم؟ يعني انا دلوقتي المدام قلت ان الدايت مش كافي انه يمنع الريكرنس، يبقى لازم عشان اقول ان الريكرنس اللي حصل ده حاجه وحشه وكونترا انديكيتد لازم يكون حصل وبياخد علاج بقى كمان، صح كده؟ لا بقى لا بص هو العلاج اساسي لو كان ليه نسب معينه اللي هو اليوريك اسيد، وانا قلت لك اكتر واحده متحفظه في العلاج بتاع لا انا فهمت هو ساعات بيقول لك وعايز يقول لك هو لو بما ان انا ريكرنس عشان يعتبر ان ده ريكرنس لازم واخد علاج مع الدايت كنترول ريكرنس كلمه ريكرنس كونترا انديكيشن كونترا انديكيشن لوحده بغض النظر بقى مجرد انه ريكرنس حتى لو هو عشان ما بيشربش ميه وهيفضل ما يشربش ميه بعد الزرع برضه هيجيله يقفل الكلى الجديده ملهاش علاقه اسيرتي فور. نعم العيانين دول اللي هم واخدين من دونر عندهم هيستوري من الستون يعني هتحطهم على سايزايد عشان تقلل؟ لا خالص انا جبت لك مالتي راندمايز كنترول ستادي كل الاستاديز قالت الريكرنس ريت في ريسيبيانت والدونر بوست ترانسبلانت، وجبت لك واحده من ميجا ستادي في الهند على عينين كتير جدا في لارج سنتر قال لك فيري سيف وفيفربل بدون اي ريكرنس بالنسبه لهم سبورادك كيسز بس اللي بيحصلها حاجه زي كده. في التقسيمه بتاعت كليفلاند ولا مايو كلينك اللي هي قالت الستون يوني لاتر ويكون حجمها اقل من مش عارف 0.8 ولا كذا؟ لا هي لحد هو بص كل الجايد لاينز كانت 0.5 ما عدا اثنين الاسبانيش، ما بقول لك الاسبانيش وال امستردام فورم
سنة 2004 اللي هم بدأوا يتكلموا في الموضوع ده وصلوها لحد 1.5، قال لك سنجل ستون اقل من 1.5 يوكان. لا بس في بقى اللي هي بتاعت 100% دي المعترفه بيها قوي، دي اللي بيستخدموها بتوع المسالك، هتلاقيها نص نص من في السايز بتاعها 2.5. ودي ويونيلاترال وما تكونش مفيش ميتابوليك ايرورز، ويكون العيان سنه فوق ال 30 او ال 35 يعني، ما يكونش فوق ال 50 سنه، ما يكونش كبير في السن. لا بالعكس، ده هو قال لك لو عايز الاكبر اللي هو الادلت ايج، عشان ما يحصلش كذا. قال لك انه يكون الفيرست تايم انه يعني ما جات له، انا قصدي لو كان كبير في السن، واصح فعلا لو كان كبير ولو سنجل يبقى ده فرصته اقل في اللي هو يجي له الكانسر. انا جبت لك في الجايد لاينز هنا اكتر واحده مش متشدده، ده عشان احنا اكتر واحده مش متشدده البريتش جايد لاينز بتاعتها سمحوا بمايلد نون سيجنيفيكانت ميتابوليك. انا قلت لك في الاول كل الجايد لاينز متشددين في الحاجات اللي احنا قلناها اللي جبتها في الاول. جبت انا الجايد لاين سنه 2018 في البريتش سوسايتي اوف رينال ترانسبلانتيشن، دي مش متحفظه على البريتش اصلا، ما البريتش مش متحفظين، قال لك ممكن سنجل ستون حتى لو عنده شويه ميتابوليك ايرورز خلاص ممكن ناخده، بس ما نعمل ديسكشن مع النيورولوجيست ويقول لك ده فري. يعني الايجيبشن جايد لاينز بتاعه الترانسبلانتيشن عملناها في جمعيه، احنا جبنا البي دي اس وعملناها مصرناها يعني، فهي البريتش يعني متهاودين شويه مسامحين. يعني جابوا سنجل ستون واحده كويس يعني، ستون واحده مش كرنت، ما عندوش ميتابوليك ابنورماليتي كويس، ان عنده هيفي فاميلي هيستوري اوف ستون، اكسبت ولا مش؟ لا طب دي الفاميلي هيستوري دي مش نعم حسب الايج، ما بقول لك الفاميلي هيستوري دوت والايج طبعا مهم جدا العيان، لان لو هو اولد ايج وما عندوش حتى لو عنده فاميلي هيستوري بالستون فورميشن خلاص ما عدى، ما هو لو كان حصل كان حصل في الايج ده الله، لكن لو ولد عنده 18 21 سنه بس وبدا يكون، لا ده هيكون ما تبطل لسه ما تضمنش بقى. ولكن انا ما حدش جاب سيره فاميلي هيستوري اوف ستون، ما اصل فاميلي هيستوري اوف ستون ده غالبا حاجه ميتابوليك، ما هو غالبا ميتابوليك، والناس الميتابوليك دول غالبا هتلاقي عندهم ستون. يعني واحد مثلا عنده فاميليال هايبر يوريسيميا واليوريك اسيد فوق ال 11، لا او دي شير ذا سيم باترن اوف فيدنج بالظبط، زي فرنسا جوادلوب اللي هم بياكلوا الاكل الشيلز بتاعت السمك بس دي ممكن تلحقهم ليه؟ لو جاله سنجل ستون لو هي دايت ريليتد وتعالج او خد البروكوشنز بتاعته وجاله سنجل وما عندوش اي ميتابوليك ممكن تاخده كدونر وات ايفر السن. فاميليا الهايبركالسوليا وحدها كده، ما الفاميليا الهايبركالسوليا دي حاجه ثانيه يعني، ده غالبا دول بيتعرضوا لمشاكل ستون فورميشن ليترال غالبا، لان ده فاميليا وبيبقى اليوريك اسيد، وعشان كده بقول لك المتحفظين في علاج اليوريك اسيد دي مهمه جدا اللي هم اليابانيين دايما تعالج. احنا ممكن يقول لك كان زمان يقول لك ايه في الجايد لاينز لحد 11 ما دام اسيمتوماتيك ما تعالجش، دلوقتي 8 بالظبط لحد 13 8 دلوقتي اليابانيين الوحيدين المتحفظين 8 هايبر اوريسيميا حتى لو اسيمتوماتيك يقول لك عالج ادي علاج. يعني فيها كونتروفيرسيال جدا في التريتمنت بتاع الفاميليا الهايبر اوريسيميا. بس انا هقول لك التخريجه الوحيده اللي تخلينا في السيك سايد انا من وجهه نظري يعني هي الايج بتاع طبعا الايج مهم طبعا، الدونر كل ما يكبر في السن كل ما تبقى فرصته اقل يحصل له حاجه او هيريديتري او بعدت عنها انت بدات يعني ده البوليسيستيك لو عدى ال 40 وما عملتلوش بتاع ستادي ولا بتاع خالص خلاص مالوش صح ما دام ما عندوش حاجه صح ما عدا بقى حاجه واحده الهايبر اوكزالوريا، لان ساعات في 10% من الحالات الهايبر اوكزالوريا ما بي مانيفيست اونلي افتر ترانسبلانتيشن حتى لو سنه 50 سنه، نصيب بقى بتاع ربنا بقى. وحصلت مع في عين شمس قريب مع في عين شمس قريب خلاص هتعمل له ايه؟ 34 years old male hypertensive stage 5 coronary failure passing to end stages plan for leaving donor renal transplantation on evaluation his donor has past history of cystinuria and stone formation which of the following regarding potential kidney donation for renal transplantation of with cystinuria are correct or is correct. He can proceed for renal transplantation safely. No. His condition is not associated with chronic renal insufficiency or recurrence.
ولا الكونديشن اوتوزومر انهيرتان اسوشيتد وذ كورونا كلينان انسفشنسي ليتر ان لايف. It is an relative contraindication for renal transplantation. It tend to recur, but no harm about chronic renal insufficiency. وطبعا الإجابة هنا اللي هي relative contraindication. سيستونديولا ده contraindication 100%. ده absolute لأن recurrence rate عالي جدا وبيخشوا في renal failure later on في life. ما بيقول لك فهي الصح فيها خمسة الصح. لا لا هي tend to recur هي recurrence بس الهارم للكرونيك رين لا هي associated later in life مع الكرونيك رين insufficiency. دايما الناس اللي زي دول بيتأثروا بيخشوا فيها duration later on. فالأكتر أكتر واحدة الأوتوزومر ريسيسيف اندكس الانهيرتنس associated with renal insufficiency later in life. هي دي الصح. وثانك يو يا جماعة. سيستينوزس برضو مرض نفس القصة بيبقى أشيتد مش هيعمل ستون بس دوت بيبقى فاميليال ديسيز بيبقى فيه ديبوزيشن للسيستاين في الكدن. عنده طبعا فاميلي هيستوري. ما بقول لك اوتوزومال ريسيسيف ممكن يكون ناس تصاب وممكن ناس ما تصابش. 25% بيصابوا من فاميليا. شكرا يا فندم.